بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يستضيف ملعب النور في مدينة لشبونة البرتغالية مباراة ليفربول وبنفيكا في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دورة أبطال أوروبا 2021-2022. تمكن ليفربول من عبور إنتر الإيطالي في دور 16 من البطولة بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أما بنفيكا فقد عبر إلى الدور ربع النهائي على حساب أياكس الهولندي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ستنطلق مباراة ليفربول وبنفيكا يوم الثلاثاء 5/4/2022 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية والعراق والكويت واليمن والبحرين وقطر وجزر القمر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان، والثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والسابعة بتوقيت موريتانيا وجرينتش. القنوات الناقلة للمباراة: ستنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 2 اتش دي بريميوم، وسيعلق على المباراة المعلق عصام الشوالي. لمتابعة المباراة بشكل مجاني يمكنك متابعة المباراة مجانا عبر قناة فوتبول على قمر الياسات وقناة اي ار بي فارزيتش على قمر الايراني. ولمتابعة المباراة بالتعليق العربي يمكنك متابعة الفيد الخاص بقنوات بي ان سبورت على قمر يوتلسات 3 شرق بتعليق عصام الشوالي. والاستقبال الفيد بشكل جيد، يفضل اطباق بداية من 160 او 120 سنتي. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. نتمنى مشاهدة طيبة للجميع. استنونا ان شاء الله فيديوهات جديدة على القناة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.